بالنسبه لي باللي انا شفته، يعني انا اشتغلت كمان في الدوري ومرنت لعيبه ولعيبه كبيره ولعيبه اسماء، لا يعني اكتر واحد ممكن مثلا ياخد يعني 3 مليون جنيه ده لو هو ايه توب. اه والله العظيم ده حقيقه فعلا. يعني كهربا ممكن يدفع فيه فلوس دي، واقول لك ليه؟ لتاثيره في الملعب، تاثيره في المباريات، مساهماته. كهربا يعني عامل موسم، او مش هقول موسم، هو عامل شهرين تقريبا مش هيعمل زيهم في حياته لو فضل على النظام ده والسيستم بتاعه ده. لا يعني انا شايف ان كهربا، وبعدين انت بتتكلم في واحد بقاله 6 شهور او اكتر من 8 شهور ما بيلعبش. لما واحد يجي ما يكونش بيلعب ماتشات بقاله اكتر من 8 شهور ويجي بقى بالحاله الفنيه دي، قايل لك قد ايه اللعيبه اللي موجوده دي هوا من الاخر. يعني بكلمك بصراحه، يعني خلينا اكتشفنا حاجات. لا احنا كان يعني احنا كنا عارفينه كل حاجه، بس كهربا بصراحه بعد رجوعه لا، الموضوع صعب جدا. واللعيبه دي ما زي ما قلت لك في اول الكلام، في لعيبه كتير ما تستحقش الفلوس اللي بتاخدها. انا ما بحبش اتكلم على فكره في الفلوس قوي في موضوع، لان ده رزق بتاع ربنا، لكن ده شغل